مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم من جديد. امال وطموحات كبيره جدا موجوده عند المصريين متمثله في الحكومه الجديده عشان يتم تحقيق تحسن ملحوظ في الجانب الاقتصادي بالذات وتقليل الاعباء الماديه. لا يخفى على حد ان في حجم تحديات كبيره جدا موجوده امام الحكومه الجديده في ظل الاوضاع الاقليميه والدوليه الراهنه، واللي انعكست بالتاكيد ايضا على الاوضاع داخل مصر. هو الامر اللي بيضاعف من حجم المسؤوليه امام الحكومه الجديده بقياده طبعا رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي. هذه الحكومة الجديدة بينتظرها ملفات مهمة جدا، يمكن يكون أبرزها هو مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص أيضا في المشروعات المختلفة. كمان المرحلة الجاية هتكون أكثر حسما للعديد من القضايا، منها بذل جهود مكثفة وسريعة للحد من ارتفاع الأسعار وأيضا تقليل معدل التضخم وضبط الأسواق عشان يبقى فيه تخفيف محسوس وحقيقي لمعاناة المواطنين. دي هتكون أولوية للحكومة في ضوء توجيهات القيادة السياسية برفع ثقل الأعباء عن كاهل المواطنين. خلينا نتكلم مع حضراتكم بشكل مفصل أكثر عن أهم الملفات والتحديات أمام هذه الحكومة والمسار والإجراءات المتوقعة في بداية عملها، مع وجود ضيفنا العزيز في فقرة استوديو هذا الصباح الأستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي المتخصص في شؤون الاقتصاد. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير فندم، شرف ليا. اهلا بحضرتك، احنا اللي تشرفنا. في البدايه اتكلمنا على التحديات اللي ممكن تواجه الحكومه الجديده وتقف عائق او تصعب موضوع المسار الاقتصادي اللي احنا ماشيين على نهجه. بكل تاكيد في ملفات يتم استكمالها وفي ملفات يتم الحفاظ عليها. الملفات اللي بيتم الحفاظ عليها اللي هو الاستقرار واستمرار الحاله الجاذبه للاستثمار. طبعا الفترة اللي فاتت من أول ثورة 30 يونيو منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حقيقة في 2014 الهدف الأبرز كان الحفاظ على استقرار الدولة المصرية والثوابت الخاصة بها سواء بالهوية أو بالاقتصاد أو بمحددات الأمن القومي المختلفة. بالتالي اللي بنشوفه النهاردة انعكاس كبير لثقة المستثمرين الدوليين والمحليين والعرب في الاقتصاد المصري، بالإضافة للإنجاز الكبير في البنية الأساسية والتحتية والاتصالات والمواصلات. بالتالي الدولة المصرية مؤهلة لاجتذاب المزيد من الاستثمارات في الفترة اللي جاية، بالإضافة لزيادة وإعادة هيكلة الاقتصاد وحتى الإدارة فيما يخص المشروعات. التحدي الثاني هو استكمال التنمية الاقتصادية المستدامة، بحيث ان يكون في استدامه للمشروعات، مش مجرد لفظ او كلمه، لا، ده تحول للاقتصاد الاخضر بشكل ما، التحول للتخفيف من استهلاك الطاقه سواء كانت مازوت او المشتقات البتروليه، السعي لدخول مشروعات جديده ايضا بالتعاون مع القطاع الخاص في مجال الاقتصاد الاخضر والاستفاده بالغاز الطبيعي والطاقه النظيفه سواء كانت الرياح، بالاضافه للاعتماد على تنميه واستكمال مخطط تنميه الساحل الشمالي الغربي ومع بدء التشغيل القريب ان شاء الله لمحطه الضبعه، في العديد من الامور الاخرى خاصه بالمواطن المصري ومد مظلات الحمايه الاجتماعيه، بالاضافه للاهتمام بقطاعين الاهم التعليم والصحه في الفتره اللي جايه، وايضا استكمال المشروعات التنمويه والحضريه زي حياه كريمه، بالاضافه للمبادرات الرئاسيه المتنوعه خاصه في مجال الصناعه. مبادره ابدا، احنا عندنا توقعات ايجابيه كبيره جدا ان شاء الله لقطاع الصناعه خاصة مع تولي الفريق كامل الوزير للوزارة. أعتقد أن في طفرة صناعية، إعادة تشغيل المصانع المتوقفة اللي هتزود بشكل كبير جدا من نشاط السوق، زيادة المكون المحلي، تقليل الواردات. الحقيقة في تحديات كبيرة جدا، وزي ما حضرتك تفضلت وقلتي برضو في المقدمة أن ضبط الأسعار، ضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، بالإضافة لتوفير الحزم الاجتماعية المناسبة سواء كانت نقدية عن طريق المرتبات والمعاشات أو الإعانات الخاصة ببعض الفئات الأقل حظا في المجتمع، أو كانت عن طريق زيادة الإنتاجية والتدريب، وده أيضا بيصب في تنمية والاستثمار في العنصر البشري والمواطن المصري. تمام. طب ده حضرتك ذكرت يعني باختصار
مجموعة التحديات اللي موجود أو الموجود أمام أعضاء الحكومة الجديدة. في برضو ما ننكرش أنه كان الحكومة القديمة أخذت عدد من الإجراءات اللي ربما تكون بتخفف الضغط أو بتمهد خلينا نقول الطريق بشكل أو بآخر بشكل إيجابي أمام الحكومة الجديدة في أداء خصوصا أداء اقتصادي أفضل. لما نكون بنتكلم على دور الحكومة السابقة في إعادة خلينا نقول إعادة توجيه الدعم لضمان وصوله إلى مستحقيه، كمان فيما يتعلق بوجود سعر صرف مرن وهذا أمر كان مهم وضروري للغاية. عدد الصفقات اللي تم الإعلان عنها الخاصة بالاستثمارات الخارجية وجذبها إلى مصر وأخيرها كان من خلال المؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، كلها ربما تكون تساعد أو خلينا نقول تدي أرضية جيدة للحكومة الجديدة أن هي تعمل على أساسها. بكل تأكيد ما حدث يتم البناء عليه في استراتيجية ذكية مستمدة من القيادة السياسية بتتعامل مع تطورات سواء كانت الجيوسياسية والاقتصادية العالمية حوالينا بما لا يؤثر على السوق الداخلي والمواطن المصري. الحقيقة دي من أهم النقاط اللي احنا شايفينها، والتجربة المصرية بتعتمد على الاندماج في الاقتصاد العالمي ولكن دون التأثير على المواطن المصري. ده اللي شفناه زي ما حضرتك تفضلت وذكرت في تعديل سعر الصرف وإعادة الثقة للسوق المصري بشكل كبير جدا. ده تسبب في أن مع إعادة تشريع الاقتصاد وقوانين الاقتصاد والاستثمار إدى ثقة كبيرة جدا وعدل بشكل كبير جدا من التوقعات اللي كانت موجودة في فترات إحنا ما تم في السابق في العشر سنوات الأخيرة هو اللي بيتم البناء عليه حاليا، وبالتالي بكل تأكيد في العديد من المبادرات اللي تم إطلاقها الاقتصادية للحفاظ على الدعم وزيادة ومد شبكات الحماية الاجتماعية بالإضافة لتعديل هياكل الأجور والمرتبات وأيضا الاهتمام بالمواطن في مكانه. ده البعد عن المركزية، كان عندنا مشكلة زمان في عهود سابقة إن ما فيش اهتمام بالمحافظات الحدودية والمحافظات عموما يعني خارج القاهرة الكبرى والإسكندرية، بل حتى كانت الإسكندرية بتعاني. ده كله اتغير في مخطط شامل للتنمية من عام 2014 يراعي معايير الأمن القومي المصري وبيحل المشكلة الاقتصادية بكل شفافية وبكل مواجهة حقيقية، ومع دمج الاقتصاد المصري في الاقتصاد العالمي والاستفادة من المخدرات الاقتصادية بيتم مراعاة عدم التأثير على المواطنين. وده حضرتك اللي اتكلمت عنه. نعم في مبادرة السلع الاستراتيجية، مبادرة خفض الأسعار، العديد من المبادرات كلها بتصب في صالح المواطن المصري. طيب ده يخليني أسأل حضرتك سؤال، إزاي هتشتغل يعني أو هتعمل الحكومة الجديدة على تهيئة المناخ للمستثمرين؟ بكل تأكيد الاستثمار هو رأس الحرب في زيادة الدخل المصري وخاصة الـ FDI أو الاستثمارات الأجنبية المباشرة، واللي شفناها أحد نماذجها كان مشروع رأس الحكمة. تهيئة المناخ للاستثمار بدأ من بداية تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحقيق الاستقرار، تعيين الحدود البحرية، مكافحة الإرهاب، ثم البدء في الحقيقي في الإصلاح الاقتصادي كان من نوفمبر عام 2016 واللي إحنا النهاردة استكملناه السنة اللي فاتت، عفوا استكملناه السنة دي مع تعديل سعر الصرف وبدء دخول الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير. تهيئة وتنقية التشريعات من مواد كانت بتعمل على طرد المستثمرين مش جذبهم. الحقيقة اللي بيميز الفترة الحالية بالعلاقات القوية لسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدولة المصرية تغير كبير في السياسة الخارجية المصرية، إنشاء العديد من التحالفات مش مجرد السياسية لكن أيضا الاقتصادية والدخول فيها وتوقيع الاتفاقيات سواء كانت اتفاقيات ثنائية أو اتفاقيات مع تكتلات اقتصادية معينة، وبالتالي الاستفادة من المبادلات بالعملات المحلية فيما بين مصر والدول الأخرى، تقليل الضغط الطلب على الدولار بالإضافة مع تعديل سعر الدولار والحديث اللي بنك أوف أمريكا اللي هو تقريبا تاني أكبر بنك في أمريكا اتكلم أن الدولار الجنيه المصري دي
دي قيمته الحقيقية الحالية، وبيتجه للارتفاع. ده معناه ان في تحسن كبير في رصيد العملات الأجنبية هيكون موجود في الفترة اللي جاية، مع دخول بدء التنفيذ للبنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفايدة. أعتقد ان الجنيه المصري هيعلى أيضا في الفترة اللي جاية، وبيبدي ده بيدي ثقة كبيرة للاستثمار وقطاع الأعمال بشكل عام والاقتصاد المصري. طيب لو هنتكلم مع حضرتك يعني قبل ما ندخل في النقطة اللي جاية، خلينا نشوف مع حضرتك هذا العرض المعلوماتي وأيضا مع السادة المشاهدين المتعلق بأولويات العمل بالنسبة للحكومة الجديدة، ونرجع بعد. يمكن أولويات العمل اللي شفناها مع حضراتكم مشاهدينا الكرام مع هذا العرض المعلوماتي، لو هنتكلم مع حضرتك عنها يا أستاذ محمد، هل ممكن يضاف إليها كيفية التعامل مع الأزمات العالمية اللي أصبحت أمر متكرر بشكل كبير وبطبيعة الحال بيأثر، يعني حتى لو الأزمات مش قريبة مننا حدوديا ولكنها بتأثر لأنه الاقتصاد العالمي كله مترابط بشكل كبير. أزمات يعني في توقعات لأزمات أخرى ربما تكون موجودة، أزمات طويلة، أزمات حتى صحية لا قدر الله زي أزمة كورونا أو غيرها، حاجات من الصعب توقعها أو التنبؤ بيها أو السيطرة عليها. هل ممكن يبقى في ملف هنا مهم كيفية التعامل مع الأزمات يبقى موجود أيضا أمام هذه الحكومة؟ بكل تأكيد الملف ده والرؤية دي خاصة بالقيادة السياسية. الحقيقة منذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في رؤية استراتيجية شاملة للحفاظ على الأمن القومي ومقدراته، مش مجرد أنه هو موضوع زي ما حضرتك تفضلت حدود أو حروب. أولا الجيش المصري في الجيوش العشرة الأوائل في العالم تقريبا ما لم أكن مخطئا، وبالتالي الحرب المباشرة مش هتكون موجودة. الحرب بتبقى ازاي بقى؟ حروب لمحاولة التفتيت الداخلي، حروب تجارية، حروب اقتصادية، حروب للضغط السياسي، حروب للحروب بالوكالة. طبعا مصر دولة لا تتدخل في شؤون الآخرين، مصر دولة سلام، وبالتالي لها منهج سياسي معين. ده بيفرض نفسه أيضا وبينسحب على باقي القطاعات وفي مقدمتها القطاعات الاقتصادية والتجارية. تعيين الحدود البحرية اللي زمان الناس احنا ما نسيبه، لا الناس بتتغير. حضرتك شفت التوترات اللي بتحصل في البحر الأحمر، شفت التوترات اللي بتحصل في ليبيا وسواحل البحر المتوسط. في رؤية استراتيجية ثاقبة أولا تعتمد على قوة سياسة الردع للقوات المسلحة المصرية، وبالتالي تقوية الاقتصاد ومقدرات الدولة اللي من بينها الثروات الطبيعية واستغلالها والموقع الجغرافي الفريد للدولة المصرية. حضرتك لو حطيت الخريطة وحطيت ألوان على المناطق اللي فيها توتر هتلاقي دلوقتي من الأربع جهات مصر محاطة للأسف بيها، مش عايز أقول نظريات المؤامرة، ولكن الأمور يعني الجانب الوحيد اللي حدودنا مش مشتعلة من ناحيته لو نتكلم على السعودية، لكن في البحر الأحمر وعندك أشقائنا في فلسطين وغزة، ما هو دي جهة توتر يعني برضو طبعا. من الرئيسية للمصدر التهديد الأول للأمن القومي المصري الحدود الشرقية الشمال الشرقي. فطبعا استراتيجيا لازم يكون في سياسة حكيمة، دي الحقيقة اللي نقلتها القيادة بالضبط. شكل الاستراتيجية الجديدة اللي ممكن تتخذها الحكومة في مواجهة هذه الأنواع المختلفة ده كتير بالضبط. احنا حاربنا منتخب إرهاب العالم
في سيناء. والحقيقة دقيق قوي الوصف ده، يعني المصطلح ده وصف دقيق لما كان يحدث خاصة في سيناء ومحاولات تقسيم الدولة المصرية ليس فقط في الشمال وسيناء ولكن أيضا في الجنوب. تفتيت الدخل الجبهة الداخلية دي من أهم النقاط اللي بتشتغل عليها. الحقيقة مجلس الوزراء عمل حاجة حلوة قوي اللي هو مجلس المعلومات ومكافحة الشائعات وتفنيدها بشكل مباشر. الحقيقة دي كانت نقطة مهمة جدا لأن بيعتمد زي ما قلت لحضرتك الحروب معظمها اقتصادية وتجارية وضغط سياسي معين لوضع الدولة تحت الضغط وبالتالي إملاء الشروط. احنا الحمد لله قوات مسلحة، ما عندناش قواعد أجنبية، ما حدش بيحمينا، المصري أنا واقف على أرضي وبنتعامل بحكمة مع كل اللي بيحصل حوالينا. الموضوع والتوتر يعني مهدد، يعني في تهديدات دائمة وأيضا التهديدات الاقتصادية، بالتالي التعامل بحكمة مع هذا الملف الاقتصادي بيرفع من درجته في معايير الأمن القومي المصري، وبالتالي الاهتمام بالاقتصاد وبالتجارة والصناعة وبالاستثمار في الفترة اللي جاية هو أحد المحددات الرئيسية للأمن القومي وخاصة الأمن القومي الاقتصادي، بالتالي الحفاظ عليه، تطويره باستمرار، حل المشاكل وأيضا مواجهة الشائعات. وما ننساش أن احنا يعني عندنا جيوش من الذباب الإلكتروني وجماعة الإخوان الإرهابية، التنظيم الدولي، الكارهين لأنفسهم قبل الغير بالإضافة للأعداء والأصدقاء للمكسب الاقتصادي، وبالتالي كل ده بيتم عرضه بشكل من الرجال المخلصين في الدولة المصرية، بالإضافة إلى أنه بيتم عرضه وتوجيهه لسواء كان لمجلس الوزراء أو للوزراء والعمل العام عموما في مصر. طب خليني أسألك سؤالين. أول حاجة، إيه أهم الملفات الاقتصادية اللي ممكن تبقى على ترابيزة اجتماع مجلس الوزراء؟ دي أول حاجة. والحياة الاجتماعية أو الحالة الاجتماعية اللي موجودة دلوقتي، إيه الجديد اللي ممكن يتقدم، يعني الحكومة تقدمها للمواطن المصري؟ الحقيقة أن من أهم الملفات أعتقد أنه الصناعة، وأعتقد أن شاء الله يتحقق فيها إنجازات جديدة. حضرتك متوقع طفرة أنا في هذا متوقع المجال. طفرة جيدة إن شاء الله بالنظر إلى الأداء العالي جدا لكامل الوزير في قطاع النقل. الحقيقة كان بيشمل أيضا تصنيع قطارات، عقد صفقات دولية، تحسين بيئة العمل، زيادة الإنتاجية، الحزم والصرامة والإنجاز في المواعيد وقبلها بشكل كبير بأقل التكاليف، الحد من الواردات العالية. الحقيقة نجاحات كبير جدا، أتوقع أن هي تنتقل لقطاع الصناعة وإعادة تشغيل المصانع، دي نقطة مهمة جدا وستحيي قطاع الصناعة، بالإضافة لعقد التعاقدات مع سواء الداخلية والاستفادة أيضا من المبادرات اللي بتدعم الصناعة بشكل كبير. طب معلش مش هقدر أربط بين أو أتجاهل أن أنا أربط بين الكلام اللي حضرتك بتقوله فيما يتعلق بجهود الصناعة وتقليل الواردات وما نتكلمش عن الصادرات ولو حتى سريعا. لا ده لازم، الصادرات مهم جدا. مصر يعني ما شاء الله في خدت التراك التصاعدي فيما يتعلق بزيادة الصادرات والاهتمام الأهم جودة ومعايير ومقاييس المواصفات المتعلقة بالصادرات المصرية، فتح أسواق جديدة، أتوقع أن يكون في استمرار أيضا لدعم التصدير، ودي أحد النقاط المهمة جدا في الفترة اللي فاتت، ودفع متأخرات المصدرين، بالإضافة للاهتمام بقى بإعادة الهيكلة بشكل عام للهيئات والاقتصادية وزيادة الاستفادة منها، زيادة الخدمات المقدمة للمواطنين، كل دي على مؤشر الحكومة في الاجتماعات المقبلة. تمام، أشكرك فينا، شكرا جزيلا أستاذ محمد عز الدين الكاتب الصحفي والمتخصص في شؤون الاقتصاد اللي جاوبنا النهاردة على أسئلة كتيرة جدا. بشكرك يا فندم. شكرا يا فندم، شرف. كل شكر لحضرتك أستاذ محمد.